ترقب حذر يحبس الأنفاس بانتظار الرد الإسرائيلي على الضربات الصاروخية الإيرانية. الرد جاء على لسان وزير خارجيتها عباس عراقجي الذي قال: نحن مستعدون لأي سيناريو مع إسرائيل، مع أننا لا نريد الحرب، فلنختبر إسرائيل وخل تختبر إسرائيل عزيمتنا. إيران وبناء على الرد تتأهب لضرب مواقع حيوية في إسرائيل، وفوق هذا وذاك تتوعد دول الخليج إن سمحت باستخدام مجالها الجوي أو قواعدها العسكرية ضدها، محذرة إياهم من أن أي خطوة من هذا القبيل ستؤدي إلى رد فعل، لكنها لم تهدد صراحة بمهاجبة منشآتهم النفطية. نتابع هذه التفاصيل طبعا في هذه الردود الفعل، وهذه ردود الفعل كما نشاهدها هنا عن طريق لسان بعض الجهات المعنية، تحديدا المسؤولة عن طهران قالت بأنه أي دولة ستساعد إسرائيل ستتجاوز الخط الأحمر الإيراني. نتحدث عن ربما فتح المجال الجوي وغيره الكثير طبعا من أشكال المساعدة، بالإضافة إلى الحرس الثوري الذي قال بأنه استهداف إسرائيل لهدف إيراني واحد يشعل عشرات الأهداف، في تهديد واضح وصريح بأنه الرد ربما سيكون أقوى. إذا ما أردنا أن ننتقل إلى مجلس الشورى الإيراني، أيضا كان في لديه تصريح قوي قال: قوتنا الرادعة هي قادرة على مواجهة هذه التهديدات. طبعا إذا انتقلنا إلى المصادر والتسريبات الصحفية، لأنه أغلب الصحف الغربية وأيضا العربية الشرقية منها وغيرها تحدثت بأنه الخليج اليوم أيضا في خطر، ولكن الخليج يلعب دور مهم في هذه الحرب. فذات المصادر تحدثت السعودية، الإمارات، قطر يرفضون السماح لإسرائيل بالتحليق ضمن مجالهم الجوي للهجوم على إيران. هذه كانت بالنسبة للمصادر. أما الدبلوماسيون الإيرانيون تحدثوا وقالوا بأن طهران وجهت رسالة واضحة للرياض. هذه الرسالة مفادها بأن الرد إذا حصلت إسرائيل على أي دعم إقليمي، إذا تهديدات من هنا ومن هنا. كانت هذه أبرز طبعا ردود الأفعال.